بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. عاملين ايه في الساعة دي؟ النهاردة انا هعمل ما الكريم كراميل، بس مش كريم الكريم، مش هو يعني، بس هقول عليه مهلبية الكريم كراميل بطريقة جديدة يعني، وسهلة، وايه بتخلص بسرعة. نشوف المقادير. المقادير بتاعته بسيطة قوي. المقادير عندي بيضة، عندي كيلو لبن، فانيليا، كوباية دقيق، كوباية سكر، وعندي كوباية سكر عشان الكراميل. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هشغل البوتاجاز بتاعي واحط الطاسة عليه واحط فيه السكر علشان ايه ندوبه. تمام، اهي الطاسة بتاعتي اهي، وحط فيها كوباية السكر، هسيبه ايه يدوب براحته على النار. حبايبي السكر عندي داب خالص، مفهوش اي حاجه مكلكعه، وبقى كراميل. اللي انا هعمله دلوقتي قبل ما يجمد مني هحطه في الكوبايات بتاعتي اللي انا هحط فيها ايه الكريم كراميل بتاعي. حبايبي حطيت الكوبايات عندي فيها الكراميل قبل ما يجمد. دلوقتي انا هروح على البوتاجاز وهنبتدي ايه نشتغل الحاجه بتاعتنا. هاخد اللبن، عايزين حطينا اللبن، كيلو اللبن بتاعي، تمام كده، البيضة، السكر، بقلب، نحط الدقيق. هفضل اقلب لغاية ايه ما يتقل، بس ادوب الدقيق كويس الاول. يا حبيبي مع التقليب الدقيق هيدوب شويه بشويه. لازم افككه كله، هو حد يسيبه على النار ويروح يقعد، ما ينفعش. هفضل اقلب فيه لغايه ايه لغايه ما يتقل. يا حبيبي اهي مهلبيه الكريم كراميل خلاص تقلت معايا، شايفين عامل ازاي؟ اهو نفس المقادير اللي انا قلتلكوا عليها، ولا زودت ولا نقصت، وخلاص دخل في مرحلة الغليان وتقل، وانا ما سبتوش ولا مكلكع ولا اي حاجة. كده تقل خلاص معايا، طفيت عليه. اخر مرحلة عندي هعملها ان انا هضيف ايه الفانيليا، اهي اقلب كده خلاص. ريحته وطعمه تحفة، وسهل وسريع، وحاجة لذيذة جميلة وجديدة برضو. ولا عملنا حمام مية، ولا عملنا اي حاجة، ولا ضربنا في الخلاط، ولا تعبنا نفسنا. نحطه بقى في الكوبايات اهو، بس اهم حاجة ان احنا ما نصبهوش، الا لازم نحطه في التلاجة يبرد، لازم يبرد. واحدة تانية اكمل باقي الكمية واقول لكم شكله في الاخر عامل ازاي. الكريم كراميل بتاعنا جبته من التلاجة بعد ما جمد، شايفينه جمد ازاي؟ هقول بسم الله واقلبه قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الكريم كراميل بتاعنا دي حركاته وتكاته وكريماته، ادي مهلبيه الكريم كراميل بتاعي، عشان محدش يقول انت عامله كريم كراميل غريب. شايفين عامل ازاي من جوه؟ طعمه تحفه بجد، نفسي تجربوا مهلبيه الكريم كراميل، هتعجبكم قوي قوي قوي. بناتي حبايبي اللي بيقلدوني في كل حاجه، انا مستنياكم تعملوه وتكتبوا لي في التعليقات ان احنا عملناها طنط وطلع بنفس الجوده وعجبكم قوي. شايفين جماله؟
هيعجبكم جدا جدا، وتغيير في الكريم كراميل ولا حمام ميه ولا غيره، وكلها حاجات بسيطه وموجوده عندنا. ده برضو نعمله في راس السنه، هتبقى حاجه جميله. ما تنسوش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس. كانت معاكم مباسل من قناه مباسل، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.